السلام عليكم حبوباتي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناه خوشي سلمى. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الدرس صراحه كيجي زوين بزاف وانيق. كنتمنى انه ينال اعجابكم. انا خدمته بهذا اللون هذا الخيط كيف ديما كيف متعودين عليه كنخدم انايا بهذا ديال التطابي. بامكانكم تخدموه بالحرير اللي كيخدموا الحرير، انا هذا كندوبلو على ثلاثه ديال الشعرات. والكروشي رقم 12 ابره تنظيف خيوط البدايه والنهايه. والمقص نخليكم على مع طريقه الاشتغال، خليكم معنا. انا هنا اول حاجه درت هي حبكت هذا الثوب هذا ديالي. هنا درت غرس ديال الحشو، هنا غرز حشو متقارب، درت غرز ديال الحشو. اول حاجه كتبتو هو الاول الخيط ديالكم. انا كيف حال غادي نبدا اول حاجه غادي ندير هنا بعد ما غادي تثبتوا، الا تثبتوا الخيط درنا غرزه حشو، كديروا سلسله كتنقزوا غرزة حشو، كتمشيو لغرزة حشو الثالثة كنديرو فيها حتى هي غرزة ديال الحشو. يعني درنا غرزة حشو سلسلة غرزة حشو، كنديرو جوج ديال السلاسل، كنجيو لهنا الوراء ديال هاد الغرزة ديال الحشو. كيف كتشوفو هنا الوراء ديالها، يعني عند هنايا هاد السلسلة هي غادي نعمر هنايا، غادي ندير ست أعمدة. هنا بعد ما عمرت هنايا هاد ان شاء الله تكون واضحه الصوره، هنا درت هاد سته ديال الاعمده. غادي نخلي واحد جوج ثلاثه ديال الغرز ديال الحشو، غادي نمشي للرابعه غندير فيها غرزه حشو، نمشي ثاني للغرزه الموليه ندير فيها غرزه حشو، يعني هاد غرزه الحشو الثانيه، ثم غرزة حشو الثالثة. يعني هنا درت ثلاثة ديال الغرز ديال الحشو، غادي ندير ثلاث سلاسل، واحد جوج ثلاثة، كنطول هاد الحلقة هذه، كنجي هنا كنحسب في هاد الأعمدة هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة قرب، واحد جوج ثلاثة أربعة في العمود الخامس. في العمود الخامس غادي نحشي هاد الإبرة وغادي نجر هاد الحلقة هادي نجرها معايا. هنا من جريتها غادي ندير جوج ديال السلاسل، غندير نمشي مباشرة هاد الحلقة ديال ثلاث سلاسل، غادي ندير عمود بلفة، غادي ندير ثلاثة ديال السلاسل، نمشي للوراء ديال هاد العمود هذا، غندير غرزة حشو، يعني تكون عندي أول غرزة ديال بيكو. غنعاود عاوتاني ندير عمود الثاني، ثلاث سلاسل، ونغلفو من الوراء ديال هاد العمود، غندير غرزة ديال حشو. نزيد عاوتاني عمود اخر،
حنا غنخدمو حتى نحصلو على 5 ديال هاد السنيات ديال الغرز البيكو. انا هنا حصلت على 5 ديال هاد الغرز، هاد السنينات هادو. غادي نزيد واحد العمود ما ندير فيه والو، يعني غنختبها بعمود بلف عادي. كنجي لهنا كنقز واحد الغرزة ديال الحشو، كنمشي الغرزة الموالية، يعني كنقز وحدة ونمشي الثانية وكندير غرزة ديال الحشو، كندير سلسلة، كنمشي نقز ثاني غرزة ديال الحشو ونمشي للثانية كندير فيها غرزة ديال الحشو، سلسلتين، نجي للوراء ديال هاد غرزة ديال الحشو غادي ندير تاني 6 أعمدة. كنقز واحد جوج ثلاثة ديال الغرز ديال الحشو، في الغرزة الرابعة كنثبت الخيط ديالي. انا هنا سالا ليا الخيط، كنمشي لهاد الحلقة وكنضبط القياس اللي بغيت. غادي هنا ثبت الخيط، غادي نخدم غرزة حشو ثانية، غرزة حشو ثالثة، كندير ثلاث سلاسل، كنطول هاد الحلقة هادي نشدها بصبعي باش ما يتفتت لكم الخيط. كنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة في الغرزة في العمود الخامس، كنحشي هاد الإبرة هادي وكنحشيها ثاني في هاد الحلقة باش نجر معايا الخيط، وكنخرج الحلقة ديالي. كندير جوج ديال السلاسل، في النيشان هاد الفراغ كندير أعمدة. العمود الأول جوج ثلاث سلاسل وكنغلفهم للوراء، كندير غرزة ديال الحشو باش تكون عندي هاد السنينة هادي. كندير 5 ديال، يكون عندي 5 ديال السنينات بحال اللي درت هنا في البداية، يكون عندي 5 ديال السنينات. انا درت 5 ديال السنينات، غادي ندير عمود الاخير، نقص واحد الغرزة ديال الحشو نمشي للثاني وغادي ندير فيها غرزة حشو، سلسلة، نقز ثاني غرزة ونمشي للثانية وندير فيها غرزة حشو، صافي كنرتفع به سلسلتين. كندير نفس هنايا، كندير منين ارتفعت سلسلتين غادي ندير ثاني 6 ديال الأعمدة ونسدهم ثاني، ندير ثلاثة ديال نقز ثلاثة ديال الغرز هاهما كي كتشوفو هنا لتحت ديالهم، نقز ثلاثة ديال الغرز، في الرابعة درت غرزة حشو، زدت عليهم جوج غرز ديال الحشو، كندير تاني ثلاث سلاسل وكنثبتها هنايا في العمود الخامس، وكندير تاني هاد الأعمدة هادو ديال السنينات. أنا المهم غادي نخدم هكا شوية، نخدم هكا واحد شوية في
في الطريف ديال التوب ديالك ونتلاقى معكم. انا هنا خدمت واحد الشويه كوك، ها هو هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى انه ينال اعجابكم. يمكنكم هنايا في هاد الفراغات هادو ديروا فيهم العقيق، صراحه كيزيد ليهم جماليه. مهم أننا وصلنا على نهاية هذا الفيديو، كنتمنى أنه يكون خفيف ظريف عليكم. كيف ديما إلى أول مرة زرتوا القناة ما تنسوش ديرونا أبوني وجيم وبارطاج الفيديو، وديرونا أبوني وتفعيل الجرس لأول مرة يشوف قناتنا. نخليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.